اللعبة الخامسة والأخيرة، اللعبة اللي لازم نكسب فيها فريق عمر وجو عشان نرجع لسؤال سرعة. فريق عمر وجو اختار عمر، وفريق فوزي وشوقي اختار فوزي. اللعبة هي المفروض تخمنوا اللعيب، هتسألوا بعض خمس أسئلة عن اللعيب، كل واحد فيكم قدامه كارت و24 كارت تانية، هتبدأوا تنزلوا منهم واحدة واحدة حسب الأسئلة. بس الأسئلة ما فيهاش جنسيات، ما ينفعش تسأل عن جنسية اللعيب. انطلقوا. أنا اللي أبدأ؟ ابدأ. اللاعب ده لاتيني؟ اه. انت بتعمل عمليه جراحيه؟ معلش بس احسن انزل حد بالغلط انت تسوح فيه. مش مهم، عايز تنزل عندي شويه؟ شروف اتفضل يا عم. اتفضل يا عم. اسال انا السؤال؟ اه اتفضل. كسب كاس عالم؟ اه. كل الباقي ده كسب كاس عالم؟ ازاي ده كله؟ اه حلو. حلوة. ثانية واحدة. ده كسبش كاس، ده ما كسبش كاس عالم. شفت حبة حلوين اهو. في حد تاني ما كسبش كاس عالم؟ لا الباقي ده كله كسب، ده ما كسبش كاس عالم. شفت؟ ماشي روح. بيلعب مهاجم صريح؟ اه 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 مش اه ولا مش شادو سترايكر، مهاجم صريح؟ اه تمشي. ايه اللي تمشي؟ اه ولا لا؟ اه 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 مهاجم صريح. مهاجم صريح بيلعب في اي مكان بعد نص الملعب؟ اه اه كل ال مفيش حاجة تانية. روح. لعب في الدوري الإسباني؟ اه. تقول لا لسه. ماشي اسال انا. لاتيني؟ لا مش لاتيني، انا اوروبي. لعب في كاس العالم 2002؟ لعب في كاس العالم. رونالدو يا باشا. متشكرين جدا، متشكرين جدا. مبروك يا شوقي.